انا بدات خماسي حديث من وانا عندي 6 سنين، وبدات اول بطوله جمهوريه ليا وانا عندي 7 سنين، وكانت اول ميداليه احققها خالص في بطولات الجمهوريه كان عندي 8 سنين، وكانت ميداليه برونز. ومن هنا بقى بدات الرحله في ان المدربين واهلي بداوا يهتموا بان انا ابقى مشروع بطل يعني، وانضميت لمنتخب الشباب 2014 للخماسي الحديث، ومن هنا بدأنا تجهيز لأولمبياد الشباب 2018 في بوينس آيرس، واللي حققت فيها الحمد لله ميداليتين ذهب. وبعد كده كان هدفي ساعتها إن أنا أحقق ميدالية في أولمبياد طوكيو 2020، والحمد لله قدرت أحقق الميدالية الفضة في أولمبياد طوكيو، وكنت أصغر لعيب يحقق ميدالية في الأولمبياد في الخماسي الحديث. و3 سنين بعدها الحمد لله قدرت أحقق الميدالية الذهب في أولمبياد باريس 2024. هو الخماسي الحديث عبارة عن 5 ألعاب، يعني سباحة وجري ورماية وسلاح شيش فروسية. فكرة الخماسي إن هي ال5 ألعاب هم على بعض، يعني إن أنت بتجمع نقط في كل لعبة، وفي الآخر هي آخر لعبة دايما بتكون اللي هي الليزر رون، اللي هو عبارة عن جري ورماية. والرماية عندنا مش لوحدها، هي الرماية وسط الجري، يعني بنجري 600 متر وبعد كده بنضرب رماية 5 مرات، فتوتال مسافة الجري 3 كيلو. والرماية المفروض ان انت تتقفل الجهاز في 5 طلقات، وبعد كده بيبقى الفينش لاين بقى هو ده الاخير اللي هو بيحدد الترتيب بتاعك. فهي اللعبة معتمدة على تجميع النقط، وعلى ان انت تبقى يعني مش هقول احسن حاجة في كل الالعاب، بس تكون مميز برضو في الالعاب كلها. ما فيش لعبة تبقى عندك قوي، وما فيش لعبه برضو تبقى انت مميز فيها جدا، بس بقيه الالعاب ما تبقاش مادي فيها بشكل كويس. فكره يعني كنت لما اقول لاي حد في الاول انا بلعب خماسي، كانت اول حاجه بتيجي في دماغه هي الكوره، يعني خماسي هي الكوره يعني. بس الحمد لله يعني يمكن بعد اولمبياد الشباب كان الموضوع لسه ما اتشهرش قوي الخماسي الحديث، فكره الخماسي الحديث. حتى بعد اولمبياد طوكيو ميداليه الفضه يعني كانت الناس عارفه ان في حاجه اسمها الخماسي الحديث، بس برضو مش عارفه اللعبه بتتلعب ازاي. لحد ما الحمد لله في اولمبياد باريس 2024 قدرت ان انا ازيد الوعي بقى عن لعبه الخماسي الحديث في مصر، بالذات لان انا اول ميداليه في تاريخ مصر في الخماسي الحديث في اولمبياد طوكيو، وتاني ميداليه في تاريخ مصر هي الحمد لله كانت برضو من نصيبي في اولمبياد باريس 2024، فحققت ميداليتين للخماسي الحديث، اللي خلى اللعبه تبقى مشهوره، خلى اللعبه تبقى معروفه في مصر، خلى الناس تبقى بتتكلم عن الخماسي وقد ايه مدى صعوبته. بس انا حتى بشوف ان هي لعبه صعبه، الخماسي الحديث لعبه صعبه جدا ومحتاجه توافق كبير، بس في نفس الوقت بشوفها ممتعه جدا. من اكبر التحديات اللي بيواجهها اي رياضي في العالم هي الاصابات، فيمكن انا خدت نصيبي كبير قوي من الاصابات يعني، بس الحمد لله. يمكن اول اصابه جت ليا اصابه يعني فعليه كانت 2016، غضروف الركبه اتقطع في وسط التمرين، فعملت عمليه في 2016. وفي 2018 قبل اولمبياد الشباب بشهر بالظبط او 5 اسابيع الركبه الثانيه بقى اتقطع الغضروف، عملت عمليه قبلها بشهر، والحمد لله قدرت ان انا اروح انافس في اولمبياد الشباب واجيب الميداليه الذهب. في اولمبياد طوكيو قبلها 4 شهور بالظبط كان كتفي برضو حصل له خلع جزئي وانا بركب على الحصان، بس الحمد لله قدرنا نسيطر على الموقف وقدرنا نعدي الموضوع من غير اي عمليات، من غير اي تدخل جراحي، لحد ما حققت الميداليه الفضه في اولمبياد طوكيو. بس يعني للاسف حصل بقى خلع كامل بعد اولمبياد طوكيو في 2022، خلاني ساعتها ان لازم في تدخل جراحي، وعملت العمليه في كتفي، وركبت ثلاث هوكات عشان يثبتوا الكتف اكتر. والحمد لله يعني كانت الدنيا ماشيه كويس، لحد ما في 2023 حصل برضو خلع كده جزئي وقعت من الحصان، فاضطريت ان انا ساعتها حتى اعتذر عن البطوله بعدها، كان قبل البطوله ب5 ايام. وفي 2024 قبل الاولمبياد بشهر ونص بالظبط في بطوله العالم في الصين اتخلع خلع كامل. ويمكن كانت بالنسبه لنا ان احنا مش عارفين هل هنلحق الاولمبياد ولا لا، بس الحمد لله قدرنا نسيطر على الوضع، ومع الجهاز الطبي والفني قدرنا ان احنا نخوض بقى الرحله كلها، رحله العلاج مع رحله الاستشفاء كلها، وان احنا نوصل لاولمبياد باريس واحنا في كامل لياقتنا 100%.
وقدرنا الحمد لله ان احنا نحقق رقم قياسي في الاولمبياد كمان، مش مجرد الميداليه الذهب. يمكن في حياه اي رياضي الحياه الشخصيه بتبقى مدمره تمام، بس يعني بيبقى الموضوع برضو بيبقى محتاج شويه ترتيب وشويه توافق، ان انت تدي الوقت اللي انت بتتمرن فيه المجهود الكامل عشان تقدر تحقق اللي انت عايزه في الاخر، وبره التمرين تبقى بتحاول على قد ما تقدر ان انت يعني تظبط بقى حياتك الشخصيه، علاقاتك مع اهلك، علاقاتك مع صحابك، دراستك. فطبعا الحاجات دي كلها بيبقى فيه تضحيات كبيره جدا، ومفيش اي هدف هيتحقق من غير تضحيات. فطبعا زي ما قلت كده ان هو انت محتاج تبقى يعني بتبر والديك وبتطمن على اهلك دايما واصحابك، يعني لان هم اصحابك برضو لازم يبقوا مقدرين المجهود اللي انت بتعمله وقد ايه انت برضو وقتك مش ملكك، فلازم يبقوا هم كمان مقدرين، فما حدش يبقى بيتضايق منك ولا يزعل منك لما انت ما بتشوفش اصحابك. وطبعا الدراسه، يمكن الدراسه ان انت تبقى بتروح كل يوم المدرسه او كل يوم الجامعه كان بيبقى شيء مجهد تماما، بس زي ما قلت الحياه كلها تضحيات، فانت لازم تبقى هتتمرن. يعني احنا تمريننا كان بيبدا من 5 الفجر لحد تخلص المدرسه بقى او الجامعه، ترجع تتمرن تاني لحد الساعه 11 بالليل، وترجع تنام تدخل السرير على طول تنام عشان تقدر بقى تعيد الروتين اليومي ده تاني يوم. ومن اهم الحاجات طبعا بقى اللي انت محتاج تبقى بتظبطها هي علاقتك مع ربنا، يعني علاقتك مع ربنا هي من اهم الحاجات اللي تخليك انت حتى متوازن نفسيا ومتوازن في حياتك الشخصيه مع الاخرين. يمكن اولمبياد باريس 2024 الماضي كانت مختلفه شويه، حصل فيها احداث كتير قوي في خلال الثلاث اسابيع بتوع الاولمبياد من ساعه الافتتاح لحد الختام. ويمكن انا الحمد لله كان يعني كنت اللي شايل العلم في حفل الافتتاح مع البطله ساره سمير في حفل الافتتاح، ورجعت بعدها اسبوع بس القاهره وعملنا معسكر هنا في مصر، ورجعت ثاني بعد كده على باريس قبل اللعب بتاعي باربع ايام، لان ما بين حفل الافتتاح واللعب بتاعي كان حوالي اسبوعين، فكان صعب بالنسبه لي شويه ان انا افضل الاسبوعين دول بره مصر هناك في فرنسا. فالاسبوعين اللي حصل اللي كانوا ما بين اللعب دول كان فيهم احداث كبيره جدا، كان طبعا بقيه الالعاب كلها بتلعب. شفنا محمد سيد جاب ميداليه في اول يوم، لكن بعد كده حصل شويه حاجات كتير قوي في خلال الاسبوعين دول، كان عندنا لعيبه كتير غير موفقه شويه في ان هم يجيبوا ميداليه، كانوا قريبين جدا وحقيقي عملوا اللي عليهم، بس كانوا غير موفقين ان هم يقدروا يكسبوا ميداليه. فكان يمكن الضغط كبير شويه عليا بعد بالذات ان انا كنت شايل العلم في حفل الافتتاح، فالناس كلها منتظره من احمد الجندي ان هو كمان جاي ميداليه في اولمبياد طوكيو ميداليه فضه، فالناس منتظره المره دي كمان الذهب، مش مجرد ميداليه وخلاص. فيمكن الضغط كان كبير شويه، بس الواحد كان بيحاول يتعامل مع حتى اللي هو الناس متحفزه او الناس متحمسه له ان هم تشوف احمد الجندي على البوديوم في باريس، كان بيحاول يحول الضغط ده لان هو حاله من التشجيع او حاله من ان هو دافع بقى يخليه هو يجيب الميداليه. فالحمد لله يعني كنت موفق جدا بصراحه في جوه البطوله، وكنت موفق ان انا اقدر اسيطر على حاله الضغط دي، وكمان كانوا المدربين والجهاز الفني بتاعي كانوا حواليا مسيطرين على الوضع شويه، ما كانوش مخليين اي حد يقدر يقرب من المساحه اللي احنا بنتمرن فيها، او من حتى واحنا في القريه الاولمبيه مع البعثه الاولمبيه. والحمد لله يعني جينا على اخر يوم في الفاينلز قدرت احقق الميداليه الذهب والرقم قياسي عالمي اولمبي جديد. يمكن انا من الطقوس الخاصه انا يعني حتى في مش جوه البطوله بس، لكن في التمرين ما بحبش الدوشه، ما بحبش ان يبقى في ناس حواليا كتير قوي بيتكلموا، بحب ان انا ابقى مركز مع نفسي جدا. يعني انا حتى في السباحه وفي الجري بتمرن لوحدي خالص مع المدربين بتوعي، فزي ما قلت ان انا بحب التركيز مع نفسي، وعشان كده حتى في البطوله في سواء الاقامه او اي حاجه بعملها بحب ان انا ابقى قاعد لوحدي مركز مع نفسي مع المدربين بتوعي مع الناس اللي هم اللي انا فعلا
اللي حواليا اللي هم المفروض ان هم هيبقوا داخلين معايا في كل حاجه. الاشخاص اللي حواليا دول اللي هم طبعا اولهم هم اهلي، بابايا ومامتي واخواتي، يعني هم ليهم الفضل الكبير بعد ربنا طبعا في الانجازات كلها، مش في الميداليه اللي فاتت بس بتاعت باريس، لكن في الانجازات كلها اللي انا حققتها. سواء بقى ان والدي كان بيصرف عليا من ساعه ما بدات الرياضه، وكان هو حتى لحد دلوقتي بقى زي ايه ان هو بيخلص لي حاجات كتيره جدا، لما يعني ما بيخلونيش مشغول في الاجزاء اللي هي الاداريه او الحاجات اللي هي تخليص بقى ورق في اي حاجه، هم عايزيني على طول مركز في التمرين. وحتى والدتي يعني هي المدير الاداري بتاعي، وهي معينه رسميا في الاتحاد المصري للخماسي الحديد عشان تبقى بتباشر الاداريات بتاعتي. وطبعا مش مجرد اهتمام بيا بس، ان هم كمان بياخدوا من وقت اخواتي كتير جدا. ويمكن محمد الجندي اخويا هو بطل عالم، وكان قريب جدا من التاهيل لاولمبياد باريس، بس يعني كان قدر الله ما شاء فعل، يعني كان غير موفق شويه ان هو يوصل للاولمبياد. بس اتمنى ان هو ان شاء الله يكون موجود في لوس انجلوس 2028. وزي ما قلت يعني اخواتي الاثنين بقى البنات اللي اكبر مني، واحده مهندسه واحده دكتوره، فيعني الحمد لله ان هم قدروا برضو مع تركيز بابايا ومامتي الكامل ليا، ان هم كمان برضو مشوا في طريقهم عادي، وما كانوش متضايقين من اي حاجه زي كده، لان دي اهم حاجه، ان انت لازم يكون اللي حواليك مقدرين اللي انت بتعمله. طبعا بقى يجي دور مدربيني، يعني يمكن الجهاز الفني بتاعي انا ومحمد اخويا حوالي 22 واحد، من جهاز فني، جهاز طبي، جهاز اداري، ف 22 واحد شغالين على اثنين. يعني يمكن الرقم ده ما بنشوفوش غير مثلا في الالعاب الجماعيه، لكن في لعبه فرديه وهو ده اللي عمل الانجاز الحمد لله بعد توفيق ربنا يعني. فانا حابب طبعا بقى بشكرهم دايما، وحابب ان انا ابقى دايما بوفيهم حقهم. يمكن هم كمان ضحوا بحاجات كتير، مش انا بس اللي ضحيت بحاجات كتير، هم كمان ضحوا بحاجات كتيره جدا عشان بس يشوفوني ان انا في في في, في, في الانجازات دي، وان انا اقدر احقق الميداليه في اولمبياد باريس. يمكن من اللحظات يعني اللي خلتني فعلا ان انا ليا هدف وعايز احققه، كانت لحظه من حوالي 11 12 سنه كده. كنت عايز ابطل رياضه، وكنت يعني كنت لسه طفل صغير، كان عندي 12 13 سنه حاجه كده. فساعتها انا قلت لا انا عايز ابطل رياضه، وانتوا غصبني على الرياضه. بس ساعتها يعني هم عملوا فيها برضو مقلب كده شويه، ان هم يعني خلوني انزل، قالوا لي اه هتبطل رياضه بس هتنزل تشتغل. فحتى نزلت اشتغلت في محل بتاع واحد صاحب بابايا، واشتغلت بقى في مخزن، واشتغلت فحتى ما فيش، انا قعدت اسبوع واحد وقلت لهم لا انا عايز ارجع تاني الرياضه، فقالوا لي طيب هترجع تاني الرياضه بس لازم يكون ليك هدف، لازم يكون ليك حاجه انت عايز تحققها عشان ما تجيش تاني تقول انا عايز ابطل. لان انت لو انت بتحب الرياضه فعلا خلاص هتحط لنفسك هدف فيها وتكمل. فساعتها قلت لهم خلاص، طب انا حاطط هدف لنفسي ان انا ابقى بطل عالم ان شاء الله. كان ساعتها عندي 12 13 سنه. احمد الجندي لا يعني عينه طبعا على اولمبياد لوس انجلوس 2028، واتمنى ان هي ان شاء الله تكون ميداليه ذهب برضه في اولمبياد لوس انجلوس. ميدالية ذهب مفضل ليا انا بقى ومحمد الجندي، مش فارقه مين الذهب ومين الفضه، بس اتمنى ان احنا ان شاء الله تكون ميداليتين في اولمبياد لوس انجلوس خلال الاربع سنين اللي جايين. اتمنى ان انا اقدر برضو اقدر افيد الرياضه المصريه في حاجات كثيره جدا، اقدر يعني اقوم بدور اكبر من ان انا اكون مجرد رياضي بيلعب رياضه. دور الدوله كبير جدا ومهم طبعا، لان طول ما انت شايف الدعم المعنوي قبل حتى الدعم المادي، هتقدر تروح للي انت عايزه، هتبقى متحمس دايما لان انت عايز تحقق حاجات كتير. يمكن انا خدت الرياضه ان هي تبقى وسيله ليا ان انا اوصل لحاجات كتيره جدا، وتفتح لي حاجات كتيره جدا، لان عندنا المتميز رياضيا كمان بالذات بيبقى مش عايز اقول شخصيه معروفه او كده، بس بيبقى متميز جدا حتى في حياته الشخصيه. فزي ما قلت ان دور الدوله كان كبير جدا، وطبعا مع دعم سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته بالاهتمام بالرياضه من الفتره الاخيره، يمكن من حوالي 7 سنين شفنا تطور كبير جدا في الرياضه المصريه، من خلال بقى تحقيق بطولات عالم او اولمبياد او ميداليات اولمبيه،
بس كمان في تنظيم البطولات العالميه، وان الناس في الاتحادات الدوليه بقت مقبله ان هي تنظم بطولات في مصر بسبب حسن التنظيم، وطبعا وزاره الشباب والرياضه بقياده الدكتور اشرف صبحي واللجنه الاولمبيه المصريه. فطبعا لا دور كبير جدا، واتمنى ان هي تقدر ان شاء الله تقدر تبقى دايما بتواكب الاحداث وتقدر تتطور اكتر في الرياضه المصريه واهتمامها بالرياضه المصريه، لان الرياضه وسيله ان انت تقدر برضو تطور الدوله نفسها بره الرياضه حتى. فتطور انا شايفه كبير، وبس اتمنى ان هو ان شاء الله يقدر يزيد اكتر الفتره اللي جايه. زي ما قلت ان هي يمكن اولمبياد باريس المره دي كانت مختلفه شويه بسبب الاحداث اللي فيها كانت كتير، فكان اهتمام الشعب المصري بالاولمبياد كان كبير جدا. يمكن الواحد ما كانش متخيل قوي ان الناس متابعه للدرجه دي، بس بعد الميداليه اللي حققتها كانت الناس مبسوطه جدا، وانا كنت مبسوط بان انا شايف ان الشعب المصري مبسوط وان يعني كان متحمس جدا للميداليه دي. فدي حاجه انا فخور بيها جدا، وحتى الاحتفالات بقى من ساعه ما جيت من الاولمبياد حاجه انا بتخليني دايما فخور باللي انا عملته. التكنولوجيا طبعا ليها دور مهم كبير جدا، ويمكن التطور العلمي ليه برضو دور كبير، لان التطور العلمي والتكنولوجيا بتدخل برضو دخلت في الرياضه بشكل كبير جدا. ويمكن زي ما قلت يعني ان في الجهاز الفني بتاعي حوالي 22 واحد، فيهم كذا حد بيشتغلوا على قصه ان احنا نبقى داخلين في الرياضه بالتطور العلمي والتكنولوجي، من قصه ان احنا يعني الحركات بتاعتنا في الجري، الخطوه بتاعتنا في السباحه، الحاجات دي كلها بندخل التصوير وبندخل التحليل الاداء بشكل كبير جدا في التمارين بتاعتنا وفي البطولات عشان نقدر نطور من نفسنا. وبالفعل يعني من قبل اولمبياد باريس واحنا كان عندنا تحليل الاداء كان كبير جدا، وكان هو سبب كبير جدا في تطور المستوى، وان احنا نقدر نوصل لاولمبياد باريس بافضل حال ورقم قياسي وعالمي جديد. يعني انا بشوف ان الفشل والخساره، يعني انا ما بحبش اشوف نفسي بفشل، ما بحبش ان اشوف نفسي بخسر، فحتى يمكن في معظم البطولات ما بحبش ان انا مجرد ان انا انزلها وخلاص، بحب لما انزل الحاجه او اشارك في اي حاجه حتى بره الرياضه اكون عارف ان انا هكسب فيها، اكون واثق 1000000% ان انا هبقى في مكاني فيها، مش مجرد مشاركه خلاص، مش مجرد ان انا بقى في النص. فبالتالي بتخليني دايما متحمس ويعني وجعان لان انا ابقى دايما متمرن كويس، شيء يعني اللايف ستايل بتاعي شغال بشكل كويس جدا عشان اقدر اوصل للهدف اللي انا عايزه. لان الفشل والخساره دول حاجه ما بحبش اشوف نفسي فيها، فبالتالي دايما ببقى عايز ابقى يعني ما بحبش النيجاتيفيتي يعني بشكل خاص. يعني انا ما بحبش حتى النيجاتيفيتي في حياتي عامه، وحتى ما بحبش اتكلم عن اللحظات الصعبه بالنسبه لي كتير، يمكن ما بتكلمش عنها غير في مجرد في البرامج والانترفيوز. بس ان الحاجات اللحظات الصعبه او لحظات الخساره بتعلم منها، ما بحبش اشوفها قدامي كتير، بس ان انا طبعا بتعلم منها عشان اصحح الاخطاء دي. ويمكن شفنا كده في اولمبياد باريس في السيمي فاينل، في اللحظه لما انا كنت هعمل على الحصان اللي هي كانت هتضيع لي خالص البطوله، فجمعنا تفكيرنا تاني وجمعنا ايه اللي حصل ساعتها وايه الاخطاء اللي انا عملتها، وقدرنا ان احنا الحمد لله نصححها في الفاينلز، وركبت كلير راوند في الفروسيه، وكانت السبب الاكبر في الميداليه يعني الحمد لله. لان النظام الغذائي مهم جدا في حياه اي رياضي، لان التمارين مهمه جدا، وانك تبذل مجهود كبير قوي في التمارين طبعا حاجه مهمه، بس التفاصيل الصغيره بقى اللي هي زي التغذيه، زي التدريب النفسي، زي الحاجات اللي بره التمرين بتخدم على الرياضه. فالنظام الغذائي ده مهم جدا للياقتك البدنيه والاستشفاء، الاصابات، الحاجات دي التغذيه بتدخل فيها بشكل كبير جدا، لان مثلا عندك السكريات بتقلل الريكفري، بتقلل بتزود معدل الاصابات، بتقلل الريكفري من الاصابات. فلازم دايما يبقى عندك دايت بلان محطوطه، مش لازم تبقى ستريكتد، مش لازم تبقى انت محارم نفسك من كل حاجه،
بس على الاقل لازم تكون محافظ على اكلك طول الفتره بتاعه المنافسات. دايما الحاجه اللي بحب اقولها ان لازم تبقى انت عندك هدف عايز تحققه، ولازم يكون عندك هدف عايز توصل له، عشان والهدف الكبير اللي انت عايز توصله ده لازم تكون حاطط له اهداف صغيره، عشان وكل ما توصل للهدف الهدف صغير من دول لازم تكون تاخد وقتك فيه، ولازم تبقى مبسوط بيه عشان حتى تبقى متحمس للهدف الكبير، وما تملش في نص طريق هتقع وهيحصل لك ups and downs كتيرة، بس ما تستسلمش. أنا بدرس business informatics في جامعة مصر المعلوماتية التابعة لوزارة الاتصالات، ودخلت business informatics عشان أنا شايف إن هي هتفيدني بشكل كبير جدا في الكارير بتاعي بعد ما إن شاء الله أعتزل الرياضة، فسواء الرياضة حتى في الإدارة أو في أي حاجة تانية بره الرياضة، وهي يمكن مع البيزنس هي برضو في اللي هي الجزء بتاع التكنولوجي، فالاثنين مع بعض خلوني انا حتى متحمس جدا للكارير بتاعي بعد الرياضه، وان هي كمان تقدر تفيدني جوه الرياضه.